استخدام الأسلحة النارية بات أمرا بالغ الحساسية في أمريكا، فقد عرفت فترة باراك أوباما الرئاسية حوادث قتل راح ضحيتها أبرياء. وبعد 7 سنوات توالت خلالها حوادث إطلاق النار ولم يستطع أوباما إلا التعبير عن استيائه، فقرر الرئيس الأمريكي التحرك وحده لمواجهة كونغرس يهيمن عليه الجمهوريون. 40% من مبيعات الأسلحة في أمريكا تتم دون مراقبة في السوابق القضائية للزبون، سواء في المعارض المتنقلة كما هو الحال هنا أو عبر الأنترنت. بالنسبة للوب الذي تدر عليه تجارة السلاح أموالا طائلة، فقد كان دوما يعتبر امتلاك السلاح حقا يكفله القانون المصادق عليه في 1791. ستثنون المواطنين المحترمين والملتزمين بالقانون عن امتلاك الأسلحة، في حين يستمر المجرمون في امتلاكها. انظر، المخدرات محظورة قانونيا لكنها متوافرة دوما. ومن المفارقات أن وجهة النظر هذه يشارك فيها من يقطنون بالقرب من الحوادث الدرامية التي شهدتها جامعة روزبورغ بولاية أوريغون، حيث قتل 9 أشخاص في أكتوبر الماضي. أعتقد أنه ينبغي توافر مزيد من السلاح في المنطقة، وأن من حق كل واحد أن يكون محميا وأن يعرف كيف يستخدم الأسلحة ويحمي نفسه، وهذا من شأنه أن يجنبنا بسهولة الحدث الذي وقع. عرف 2012 حدثين مأساويين، نذكر هنا حادثة سينما أورورا بكولورادو التي راح ضحيتها 12 شخصا، ثم حادثة المدرسة الابتدائية في ساندي هوك بنيوتن حيث قتل 20 طفلا و6 نساء بالرصاص، لكن يبدو أن الرأي العام مساعد لفرض المزيد من القيود. 20 طفلا لقوا حتفهم قوانيننا أصبحت غير ذات معنى، وهذا يمكن أن يحدث مرة أخرى. أن يكون حمل البنادق طبيعيا والعنف أيضا داخل بيئات تعليمية يعتبر الأمر فكرة رهيبة. أنا ضد تسليح الطلاب والأساتذة. أما الرئيس باراك أوباما فسعى في وقت مضى إلى تجديد قانون حمل الأسلحة النارية. إنني أطرح مجموعة محددة من المقترحات على أساس عمل فريق جو بايدن، وخلال الأيام المقبلة أنوي أن أضع صوب كبير اهتمامي ما يقوم به الفريق ليكون حقيقة ثابتة. في أبريل من عام 2013 لم يصادق الكونغرس حتى على التدابير الأكثر توافقية من المقترحات، والتي تشمل تعميم إلزامية الاطلاع على السوابق القضائية قبل بيع السلاح.